السوشيال ميديا ملوش كلام من امبارح غير على سفينة كاثرين الألمانية اللي دخلت ميناء الأسكندرية وفضت شحنتها هناك ومحملة بالمتفجرات اللي رايحة لدولة الاحتلال. النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صبوا غضبهم على السيسي ونظامه، واعتبروا ان دي مرحلة جديدة من الخيانة والعمالة، زي ما كتبت المحامية والناشطة المصرية ماهي نور المصري اللي قالت دي سفينة محملة بمتفجرات ورايحة للكيان الصهيوني في وقت حرب وإبادة، ودول زي مالطا وغيرها رفضت استقبالها. بس مصر، أو خلينا محددين أكتر، نظام السيسي خلاها ترسو في ميناء اسكندرية، مرحلة جديدة من الخيانة والعمالة في الوقت اللي النظام المصري من أول الحرب وقف كل محاولة لمحاولة لقوافل شعبية للتضامن والإغاثة، وفي الوقت اللي قبض فيه على شباب زي الورد سمح أنه يتم استخدام موانينا للمساعدة في الحرب وقتل إخواتنا. والناس مستغربة ليه إذا كان النظام السيسي مشغل ميليشيا على الحدود مع غزة بتاخد إتاوات اللي هي العرجاني، وده اللي كتبه الناشط السياسي لويس بوتروس اللي كتب وقال في ناس مصدومة ومستغربة إن ميناء إسكندرية استقبل سفينة محملة بالشحن أو شحنة أسلحة ألمانية لإسرائيل. فيا جماعة والله مصر كانت مشغلة ميليشيا على الحدود مع غزة بتفرض إتاوة بألوف الدولارات على الفلسطيني اللي عايز يهرب من الحرب، لا وكمان كانت بتفرض إتاوة على المصريين العالقين في غزة عشان تدخلهم مصر. آه والله، فده النظام اللي بيحكم البلد النهاردة حاجة يعني أوطى من إنها تكون عصابة قطاع طرق. المرة دي الوجع ملوش مثيل وقتل كل أمل، ده اللي قاله الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، اللي قال كل اللي حصل في الكام سنة اللي فاتوا واللي بيحصل كوم، وقصة استقبال ميناء الأسكندرية للسفينة الألمانية كاثرين واللي بتنقل حاويات تحمل مواد متفجرة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي كوم تاني خالص. مفيش جهة رسمية كذا، لا طلعت بقى دلوقتي يا محمود ما تزعلش، أو نفت الخبر. في حاجات كتيرة وجعانة بقالها سنين، بس المرة دي الوجع ملوش مثيل، عشان حتى أمل إنه لسه في شوية ثوابت واللي كانوا عايشين بيها راح هو كمان. إزاي وصلنا للدرجة دي من التدني والحقارة والعمالة؟ ده اللي سألته سيلين أو سيلين، قالت بالظبط كده إنه العمالة والخيانة في أقذر صورها. فضيحة كبرى، ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة ألمانية تحمل للاحتلال بعد أسلحة للاحتلال بعد حملات مطالبة موانئ البحر المتوسط بمنع استقبالها. كيف وصلنا لمثل هذا التدني والحقارة؟ ألم يكتفي السيسي بحصار أهل غزة؟ الآن يستقبل أسلحة لقتلهم. مش بس المصريين اللي اتصدموا في فضيحة السفينة دي، نشطاء عرب أيضا كتير جابوا السجل الأسود للسيسي كله وعصابته من بداية الطوفان، وده اللي عمله ناصر ابن الشيخ السعودي المعتقل عوض القرني اللي كتب وقال مصر منذ طوفان الأقصى. وزير المخابرات عباس كامل سلم بلينكين جميع المعلومات الاستخباراتية اللي جمعتها مصر عن حماس وتضمن الأنفاق السيسي أغلق معبر رفح ورفض دخول أي مساعدات إنسانية بدون موافقة الاحتلال. ميناء الأسكندرية استقبل السفن الألمانية المحملة بالسلاح ومتفجرات لجيش الاحتلال. خروج المواطن الفلسطيني من غزة $5,000، دخول مواطني دولة احتلال مصر $20. السيسي شريك أساسي في جريمة الإبادة. الفضيحة دي عملت صدمة لإخواتنا الفلسطينيين، وفي منهم اللي وجهوا كلامهم للشعب المصري زي إسراء. شو الشعب المصري؟ هي بتقول يعني شو يا شعب مصر الأصيل؟ في إيه يعني؟ في إيه يعني؟ وعشان الفضيحة دي كبيرة يعني، في مصريين كتير جدا قالوا المفروض نتبرأ من جنسيتنا، زي ما كتب أشرف بيقول من امبارح متابع أكتر من مكان بيتكلم عن موضوع السفينة، ولو ربع الكلام حقيقي مفروض ندفن نفسنا أو نتبرأ من جنسيتنا. في مصريين كتير بقى عملوا حاجة تانية، قدموا اعتذار لأهل فلسطين وقالوا لهم مش احنا اللي سمحنا للسفينة دي، السيسي هو اللي عمل، زي ما كتب آدم أهلنا في فلسطين وفي لبنان، مش مصر اللي سمحت للسفينة كاثرين إنها ترسي في مدينة ميناء اسكندرية عشان نتشارك في إبادتكم، مش مصر، ده النظام، لكن مش مصر، مصر وشعبها محتلين. وعشان الفضيحة كبيرة وبجلاجل فكان لازم تطلع اللجان الإلكترونية تجي لها الأوامر عشان تتحرك وتحاول ترد، وتداري كده بالغلواشة
كذب وإلقاء التهم على الإخوان. وصوار يناير زي ما أنا قلت لكم الأخ ده أهو، يا ناس حخافوا على بلدكم، مش كل يوم والتاني تصدقوا أي حاجة، شوية يقول لكم بقى بحيرة البردويل، وشوية يقول لك سفينة سلاح متفجرات، وفي الآخر كله يطلع كذب في كذب. اتقوا الله، ماشي يا خير أجناد الأرض. طبعا خلاص بقى، خلاص بقى طلعوا بقى القوات المسلحة نفت، وطلعت الجيش بقى المتحدث العسكري نفى، مش كده؟ مش أنا عرضت لك من شوية الكلام ده؟ شوية طلع أخيرا قام من النوم طص وشه بكوبايتين مية المتحدث العسكري وقال لك ما حصلش، ده كذب، ولن نستقبل، ولن ولم. بس فعلا يا فرحة الصهاينة بيك يا سيسي. عشان كده الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين طلع يهيص ويفرح بسفينة المتفجرات دي اللي السيسي وصلها ليهم. صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق، سفينة محملة بأسلحة وصلت لإسرائيل بعد أن عبرت في مصر، هذا هو السلام الحقيقي مع مصر. بس هي مش غريبة على فكرة، مش غريبة على السيسي والصهاينة نفسهم، عارفين أن السيسي صهيوني أكتر منهم، وعارفين أن السيسي بيكره فلسطين وبيكره المقاومة أكتر منهم. أروح من ربي فين منك؟ أروح من ربي فين يا راجل؟ الفنان عمرو واكد كشف عن سبب تاني متعلق بالسفينة وليه الصهاينة عايزين ياخدوا هدنة. تعال نشوف كده كتب ايه الفنان عمرو واكد. بيقول لك عمرو واكد بيقول الصهاينة بعد عام من السعار وكل هذا القصف وكل هذه المتفجرات، اعتقد منطقي يكون عندهم نقص في الصواريخ والمتفجرات، ولذلك هم في حاجة ملحة لوقت يعيدون فيه ملء مخزونهم، وغالبا هذا هو السبب وراء طلبهم الهدنة 60 يوم الآن، لأن المركب لسه راسية في ميناء الإسكندرية محملة بمواد متفجرة، وعقبال ما ينتهوا من تصنيع وشراء صواريخ جديدة تكون الهدنة خلصت. المتحدث العسكري طلع كذب ونفى. خلاص؟ أنا عرضت لك ده الكلام ده من شوية، لسه طالع المتحدث العسكري من ساعة تقريبا، وقال لك تنفي القوات المسلحة بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات، وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيلية في عمليات العسكرية جملة وتفصيلا، ويستهيب بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه ومقدراته والزود. طب يا معلم يا متحدث عسكري اللي قمت متأخر منهم، الصحفي ده بقى بعت لك صورة للسفينة اهو يا بيه، ادي الاستاذ عمرو قال لك ايه، صور اقمار صناعيه عاليه الجوده بتاريخ امس 30 اكتوبر، الاستاذ عمرو الازاز، تظهر موقع سفينه الشحن كاسرين وهي راسيه في ميناء الاسكندريه، وتظهر الصور الملتقطه السفينه المشبوهه والمتهمه بنقل شحنات اسلحه ومتفجرات اسرائيل اثناء افراغ محمولتها في الرصيف الحربي بميناء الاسكندريه. الصوره اهي، يلا بقى، يلا بقى نطلع نقول ده كورنيش النيل. السيسي بيضيق نهائيا على اي حد او اي حد بيكتب على السوشيال ميديا بيدعم المقاومه زي ما بيعملوا مع اعضاء النيابه الاداريه، والخبر ده تهديد لاعضاء النيابه بالاحاله للتفتيش لو هتدعم فلسطين. اتفضل يا بيه. العربي الجديد، النيابه الاداريه تهدد اعضائها بالاحاله للتفتيش بسبب دعم فلسطين. حتى الدعم على السوشيال، يعني مش كفاية ان مارك محاصرك، مش كفاية ان الواد الصهيوني ده اللي ماسك انستجرام محاصرك، ما هو ده اصله مصري الواد ده، لا 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 لا، الواد المدير التنفيذي ده اصله مصري يا عم، مارك ده بتاع فيس، اسكت بقى، الواد ده اصلا يهودي مصري، الواد ده اي حد هيكتب حاجة على السوشيال ميديا كلها بقى متحاصر، فيجي النظام المصري يحاصر المصريين بتوع النيابه الاداريه. طب هتقولي ده كذب، العربي الجديد بتكذب، لا العربي الجديد نشر المستند الاصلي اهو، اهو يا بيه، منشور رقم 20 لسنه 24 بتاريخ كام يا بيه؟ 28/10/24. نظرا لما لوحظ في الاونه الاخيره من تكرار خروج بعض الساده الاعضاء على ما انتظمته التعليمات القضائيه في الماده رقم 33 منها ومدونه القيم، قيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة الإدارية من ضوابط وقيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي جميعا وأخصها حظر إنشاء أي مجموعات
أو الإبقاء عليها تتضمن ما يفيد نسبتها للنيابة الإدارية أو أي من أعضاء إلا بموافقة كتابية من السيد المستشار رئيس الهيئة. كلام زي محترم. وكذا حظر إبداء الآراء أو تبادلها في الشؤون القضية أو السياسية أو الإفصاح عن الاتجاهات الدينية أو الاجتماعية ونحو ذلك، سيما وأن رئاسة الهيئة وكافة الجهات المعنية لم تكن لتغض الطرف عن أي مستجدات تخص الشأن القضائي وتطلع بدورها. ومتى كان استعمال مثل تلك المنصات يجب أن يقف عند حدود الضوابط المشار إليها ضمانا للحيدة والاستقلال الواجب على عدو النيابة. لذلك وتجنبا لأي مسلك غلق جميع منصات التواصل التي تخالف الضوابط المقررة على الفور بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها، يعد كل من يتولى إدارة أي منصة التواصل الاجتماعي أو الإشراف عليها مسؤولا عن أي مشاركات أو تعليقات تخالف تلك الضوابط. التزام السادة أعضاء الهيئة بما أوجبته القواعد المشار إليها في كل ما يصدر عن حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي ومش عارف إيه لآخره. المستشار عبد الراضي صديق. هنا بقى لازم أرجعك للي بدأت بيه الحلقة. السيسي بيطارد أي دعم لأهالي غزة وبيتحول مش مجرد متضامن مع إسرائيل في حصار غزة وتسليط إبراهيم العرجاني عشان يمتز ويمص دم الفلسطينيين، لا ده تحول إلى شريك في القتل. مقابل زي ما قلت لك في أول الحلقة لو أنت ما حضرتش، الحصول على تسهيلات من صندوق الدعاء الدولي، وده اللي قلت لك عليه كشفه الدكتور محمود وهبة معانا امبارح، وده اللي عرضته لك في بدايه الحلقه. ولو انت محتاج تعرف وما حضرتش الحلقه من اولها، ابقى شوف الحلقه تاني على موقع القناه على اليوتيوب او على شوف المقدمه تاني على قناتي، عشان اقول لك ان السيسي فتح مزاد على الشرف والوطنيه والعروبه والتاريخ. وهنا يفضل السؤال، ايه الحل؟ هنفضل نراقبه كده وهو بيتنقل من مرحلة إلى مرحلة أسوأ؟ هنفضل ساكتين حتى صوتك مش طالع؟ الحل في إيدك أنت. أيوة يا الواد مصري، الحل في إيدك أنت، الحل في إيد شعب مصر. محدش هيشيل الخزي والعار. وخلي بالك إن إحنا عمالين نتنقل من مرحلة إلى مرحلة بأسرع بأوسخ بأقذر، وانت هتفضل قاعد كده ولو بشق كلمة هتتحاسب عليها. الحل فيكم انتوا يا مصريين انه محدش يسكت بعد كده، انه لازم الناس تتحرك، لازم تقولوا للخاين انت خاين، لازم على الاقل تشاوروا لكل من يشارك الخاين ده بالتأييد. الراجل ده ورجالته رجال دين ورجال جيش ورجال مثقفين واعلام وقضاء كلهم على بعض خلوا سمعة البلد في الوحل. إذا كان العالم العربي كله دلوقتي يعلم تمام العلم إن النظام الإماراتي له دور في المذابح دي كلها، فالعالم العربي كله دلوقتي من المحيط إلى الخليج يعلم أن مصر لم تعد مصر، وأن هذا الرجل والذين معه حولوا أو خلوا سمعة البلد في الوحل. خلاك مكسوف تقول إنك مصري من خيانته. يوما ما هيرحل، يوما ما هيسقط، يوما ما يتحكم على خيانته وعملته، في اليوم ده بس هتقدر ترفع راسك فوق زي ما عملت في 2011 وتقول أنا مصري. ارفع راسك فوق، أنت مصري. قبلها أنت راسك في الوحل. خليك زي ما أنت بقى.